مرتين في سباق 1500 متر مع توفيق مخلوفي. توفيق ألف مبروك، توفقت. زعلنا عليك لما سمعنا خبر أنك ما راح تشارك، والحمد لله أنك رجعت وشاركت. يعني رجعنا العرب، يعني رجعنا العرب مستواهم على مستوى العرب، وخاصة في 500 متر. يعني بقى نور الدين مرسلي المثال وهشام القروش ما شاء الله، والحمد لله يا رب من هذه الفوز هذا لجميع العرب وجميع المسلمين فوق الأرض هذه، خاصة الجزائريين. طيب واش تبغي تقول؟ شوف، نور الدين مرسي في ربح في 1992، واليوم ثاني جزائري يربح ميدالي ذهبي في الالعاب الاولمبيه، وانت الرجل 27 اللي يدخل التاريخ ويحصل على ميدالي ذهبي اولمبيا. يعني هذه النتيجه يعني ما جاتش يعني بسهوله، يعني جات بتدريبات جاده. يعني ممكن عندي سبعة اشهر ما رحتش على المنزل. يعني كم صار لك؟ سبعة أشهر. سبعة أشهر أنت بعيد عن أهلك. طيب أهلك الآن يتابعونا، أهلك يشوفونك الآن، شو تقول لهم يا توفيق؟ هم الحين نسيتهم بفرح هذه نساوي، يعني كما نقول احنا الاشتياق. توفيق، واحنا أهلك في أبو ظبي في الإمارات على قناة أبو ظبي الرياضية كلهم يباركوا لك، شو تقول لهم الآن؟ شو تقول لهم؟ الفوز هذا ناديه لكل العرب فوق الأرض هذه وكل المسلمين، وصحة رمضانكم وصحة فطوركم. سؤال اخر، 400 متر الاخيره، واش كنت تفكر قبل ما تنطلق 400 متر الاخيره؟ تعرف انك جريت اخر 400 متر اقل من 52 ثانيه، واش كنت كتفكر قبل ما تنطلقها؟ يعني اول حاجه كنت يعني في التصفيه الاولى يعني حاولت نلعب مع نفسيا على اللاعبين اللي كانوا معي، وقلت نفوز وفزت. يعني كانت لها يعني تعبت شويه، بس كانت عندها تاثير نفساني على الاداء الاخير. ونفس الشيء عملته في التصفيه الثانيه، يعني اثبت. يعني توفيق، انا عندي سؤال. هشام نقول لك على ان انا اعطيتك المرشح الاول، قلت لهم توفيق هو اللي يفوز بالميداليه الذهبيه ويقدر في الرتبه الثالثه. هذا الكلام معي على الهواء قبل البدايه، ويقدر اللي ما حصل على الرتبه الثالثه. واش تبغي تقول على يقدر؟ واش دخلتوا بخطه من قبل؟ واش تكلمتوا؟ واش هضرتوا؟ يعني دخلنا قلت له ربي يوفقك، يقدر يقول لي ربي يعني الحمد لله، يعني كيفوزنا كيماك الحمد لله يا ربي. يعني على زوز عرب. اخر سؤال، لما سمعت خبر استبعادك شو كان شعورك وليش كان تم استبعادك يا توفيق؟ والله العظيم غير كنت عادي، يعني ربي سبحانه لين يكتب لك الشيء. يعني كانتني حاجتين، يا نشارك يا ما نشاركش. يا ربي سبحانه لما ينحي لك ينزع لك شيء، يعني ممكن يعطيك شيء. العلم الجزائري فوق، ارفع العلم الجزائري فوق. الله اكبر، مبروك. الله اكبر فعلا.